البلاد. ينضم الينا الان مازن الشامي مراسل شبكه شام. مازن، تغردت انباء عن استهداف رتل عسكري تابع للنظام في منطقه السفيره، هل لديك معلومات اوفى عن هذه العمليه؟ نعم، بالفعل اليوم الجيش الحر نفذ عمليه نوعيه، لكن الى الان التفاصيل لم ترد بالضبط. بالاضافه لقصف نفسه كان يتهدف حي طريق الباب في حلب واشتباكات في احياء العامريه والاشرفيه والشيخ محفوظ. ايضا قصف من الطيران حب استهدف مدينه السفيره، وقصف عنيف. يعني هذا القصف الحربي من الطيران اتى بعد تنفيذ العمليه، وايضا قصف عنيف بالنسبه لي الثقيله على مدن وبلدات بيانو والسفيره ودار عزه وابجرين وقبتان والجبل والقبتين والشيخ سلمان. كما استهدف الجيش الحر اليوم كما ذكرنا منذ قليل رتلا تابع لكتائب الاسد قرب قريه القبتين على طريق معامل الدفاع في السفيره، ولا زالت يعني الاشتباكات مستمره حتى اللحظه في تصدي هذا الرتل. نعم، طيب مازن، كان هناك اليوم نداء استغاثة في سجن حمص المركزي، هل هناك من أنباء أيضا أو تفاصيل جديدة حول هذا الموضوع؟ نعم، يعني امس سقط شهيد من المساجين جراء استهداف من قبل قوات الاسد المتمركزه خلف القضبان. يعني الان كتاب الاسد تطلق النيران على المساجين المتوازين ضمن السجن. طبعا كان هناك اشتباكات بين المساجين، تتصور سيدي الكريم يعني الاشتباكات بين المساجين وقوات النظام، استطاع فيها المساجين يعني ادخال قطع من السلاح الى داخل السجن، طبعا بمساعده بعض الجنود التابعين لكتائب الاسد. هؤلاء يعني ضعيفون انفسهم، يبيعون سلاحهم للمساجين. نعم، الاوضاع الانسانيه في مدينه كفر زي تبريف حماه بعد استهداف النظام لها صباحا بعدد من الصواريخ، كيف تبدو الاوضاع الانسانيه هناك؟ يعني طبعا الحالة الإنسانية في كفر زيتون سيئة للغاية، وخاصة بعد استهدافها اليوم. يعني اليوم لا زال الأهالي في حالة هلع وخوف، يعني يخافون من قصف جديد لهذه المنطقة من قبل كتائب الأسد. طبعا بالإضافة للأحوال الإنسانية في الغوطة الشرقية والحصار الخانق الذي تطبقه كتائب الأسد على مدن الغوطة بشكل كامل، لكن الخبر الأهم هو الحصار على المعظمية، معظمية الشام. يعني واليوم يعني وجهوا رساله الى المجتمع الدولي بادخال مواد الطعام. يعني الان مدينه المعظميه خاليه نهائي من اي مواد غذائيه. يعني اليوم هناك حالات استغاثه من الاهالي لادخال اي شيء من الطعام. نعم، اشكرك شكرا جزيلا مازن الشامي مراسل شبكه شام، شكرا جزيلا.